أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزق فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذي فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا look منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه ولا تكونوا كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم